بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا افتح لنا فتحا مبينا وعلمنا كيف نكون من خير العباد لك، واجعلنا من صفوة الصفوة يا ربنا. آمين آمين آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركات ورضوان، ولا عدوان إلا للأشقياء اللا أوفي للرحمن. والله أكبر في كل زمان ومكان. نعود والعود أحمد إلى نفس الآية. ومن أظلم ممن منع مسجد الله أن يذكر في اسمه، والواو هنا والعياذ بالله، من عطفت التخريب وسعى في خرابها. أي مسجد منع مسجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها. منع وسعي، المنع مشؤوم وسعيه والعياذ بالله مجيهدكم بالتمام والكمال، يا كلاب الكرب وكلاب الدول الإسلامية بين ظفرين، لأنه لا دولة للإسلام إلا في القليل النزر، حاجة بسيطة. والدليل كيف تمشي الحج ولا تمشي العمرة، ترى أنهم اللي فيهم ريح الإسلام والنظام والحياة والعبادة والمجر والاستماتة في التصدي لسوء الأخلاق والنفاق وقلة الحياء، تعرفهم وعلى كيف ما تكونوا ولا عليكم. ماليزيا كي تشوفهم تشوف عليهم إنه ذكور إناث كبار وصغار، ويجي يشوف الكرب تاع السعودية ولا السورية ولا مصر، أم الدنيا قد الدنيا بالله. فماش واحد نذل كيفكم انتم يا كلاب، الا ان تعودوا الى الله. وتاريخكم يكفينا ما لا ان نعرف شركم ونحذركم ونحذر خطاباتكم اللي هي في ظاهرها خير وباطنها شر مستطير. نسأل الله السلامة.